ليس جداراً بل مئات آلاف الأقلام المتراصة خلف صاحب هذه الدكان، جمعها على مدار سن عمره لتتحول إلى ما يشبه المتحف. علي المندلاوي عراقي، أجبرت الحرب العراقية الإيرانية أهله على النزوح من مندلي بمحافظة ديالى إلى بغداد لتبدأ هواية جمع الأقلام. بالصدفة يعني احنا الحرب العراقية الإيرانية ما صارت، تهجرنا بال 82 جينا لبغداد. كانت الحياة حلوة وسهلة. بال 85 توفى والدي، فاضطريت أني أعمل وأتحول إلى دوام المسائي، يعني المعين الوحيد لعائلتي ظليت، عندي 6 خوات وأخ. قالت تجي هنا افتح لي شنبر. أكثر من 1,000,000 قلم جمعها علي المندلاوي في دكانه، إلى أن أصبحت دكانه المتواضعة في شارع المتنبي في بغداد مقصدا للسياح من داخل العراق وخارجه. بعجوا يمين يابانيين قبل الأمريكان قبل الإنجليز، إي بس جروبات أجنبية هواية بالعراق، مو مثل قبل كلش هواية، يمرون منا ويأخذون راحتهم يشوفون ويتعجبون. تجمع جدران دكان المندلاوي أقلاما من أزمنة وأنواع وماركات عالمية، إضافة إلى أقلام رصاص من صناعة محلية تعود إلى عام 1970. ويستذكر المندلاوي الأيام التي سبقت الاحتلال الأمريكي، ويؤكد أن القلم بعد عام 2003 بات مكسورا ولا يقوى على الكتابة. هسه احنا مع الأسف الأقلام هنا جافة ما تكتب، وحتى لو تكتب ما حد ينفذ. قيمة القلم انفقدت بعد التغيير أو بعد الاحتلال، يعني في واقع سيء بالبلد. ومع الأسف هذا طبعا نتيجة الحروب ونتيجة الحكومات اللي جت هنا اللي ما تشعر بمسؤولية تجاه بلدها. كل مخابرات العالم يبوقنا لأن قلمنا مكسور وما يكتب. يرمز القلم للثقافة والرقي في بلد لطالما كان قبلة العلوم والثقافات ومهدا للحضارات، ولعل المندلاوي يمثل معظم العراقيين الحالمين بانتصار ثقافة القلم والعلم على منطق البندقية والميليشيات المأجورة.